ابونا فلتوس، انا كنت نايم في الظهريه كده العصريه نايم، لقيت ابونا فلتوس الساعه 2 كده بينده، تعال سمير وحشني يا سمير. ده انا يا ريت. اسمعش انا افكر حد معاه، قلت اعزم عليك الشاي، ما لسه حد معاه اسمه سمير، انا القط بيناونو. عمر فين؟ ابونا فلتوس مش زعلان سمير اخويا، لما تطبخ حته لحمه دي وحته سمير راجل طيب. نو اذا رجعان، وابونا فلتوس يبص القط ويناونه زيه بالظبط، كان يقلد الحيوانات كلها بس بطريقه زي بالظبط تيبيكال. يا ابونا اتفضل سيبك من القط بقى يناونه وهو يناونه، يا ابونا اتفضل مش عايزين يبطل ناونه هما الاثنين. رحت انا في الطره الثالثه قعدت ناونه، قول يا سمير، قول يا سمير اخويا، نيو نيو نيو. القطه بتاعتك يا رد عليها بقى انت، بقى احلى قطه نيو. ابونا فلتوس كان حبيب بابا كرولس. احكي لك حاجه عن البابا كرولس بقى جميله. البابا كرولس كان من صغره رجل صلاح، هو راب صغير كان عامل صداقه مع السمائيين، صداقه مع القديسين، لانه قلبه كان نقي جدا، مش الحقد والكراهيه ولا اللف ولا الدوران، وكان يحتمل الظلم والاهانه. لما ساب الدير نتيجه شويه مشاكل وراح الطاحونه وسكن في الطاحونه، راهب بسيط معاش يعني، كان يشيل العصايه بتاعته كده تفينه كده بتاع توت، وينزل الشارع التالي عند ام فلان وام فلان يديله بركات شويه عيش شويه بتاع يعيش بيهم في الطاحونه. فراح له شاب اسمه رمزي من ابو تيج، شغال في شركه السجاير في الجيزه بتاع موتسيان دي اللي هي ستيل كومباني دي. فكان يطلع له، سمع ان في راهب في الطاحونه فوق بيصلي قداسات، يطلع له الاخ ده يصلي معاه. وبعدين قال له يا ابني انت عاوز حاجه من الدنيا؟ لا يا شاب حلو. قال له لا صدقني يا ابونا مين. قال له الدنيا يا ابني ما تستاهلش حاجه، هي كلها لقمه وهدمه. ودي الحقيقه في الدنيا دي فانيه، خلي بالك يا مملوك. من الصومالي يا ابونا؟ من الصومالي؟ ابونا من الصومالي. من ابونا من الصومالي. فراح قال له لا، نزل ابو تيج، قال له روح استاذن من امك وتعالى. راح ابو تيج فنايم، فلا الست امه جت متجوزه بنت خالتك يا ابني، قال لها شوفي يا امي ده انا بروح اصلي مع راهب الطاحونه. وهي نامت بالليل جه ابونا منين متوحد طويل، هو كان طويل وعريض كان صباعه غريب كده تخصي صباع الموز. امي يا وليه مالك ومال الواد؟ سيب الواد يخدم ربنا معاي، سيب الواد يخدم ربنا. حاضر، وكان مساكه كده، حاضر يا ابونا حاضر، ماليش دعوه بيه، هسيبوها لك هسيبوها لك. قالت له اصحى يا ابني، ايه اللي احكي لي حكايتك؟ قال انا بروح يومي اصلي مع ابونا في الجبل، وقال لي خليك معايا، فانا عاوز اقعد معاه شويه يوم. قلت له روح يا ابني خليك معاه، واللي انت فيه خليك فيه يا ابني. ركب القطر ورجع باسم الصليب، فجه مطران القدس يزور مصر القديمه، فنزل ابونا مينا كبير وخد معاه الاخ ده، وقال له انا عاوز يخدم معايا وانا مختاره. راح فتح السنكسار اليوم لقى فيه سيرة مريمين الراهب، فسماه مينا. أيوة. دي مينا الصغير وانت مينا الكبير. مينا الكبير هو ابونا لامبي مينا فامينا رئيس دير مينا الكبير هو البابا كرولس. قبل ما يبقى بابا ولا بتاع. ايوه كان مينا متوحد. فبقى لبسه جلابية سوداء وكان يساعده في التسبيحة وفي القربان وفي القداسات، بقى سماه ابونا مينا بقى. راح قال له يا ابني انزل الشبر هات من عند ام فلان، ام فلان موالد وكل بركه عشان نعمل شويه قهوه شويه سكر شويه حاجه. قال شال صفحتين كده مليين خيرات ورايح فين؟ طلع فوق على الجبل، فدي الليل ليل مش شايف الطاحونه فين، مفيش طرق. قال لي بصيت لما لقيت ابونا مين المتوحد بعت لي كلبين كبار كده زي الاسد طمنوا قلبي، كلبين كبار وفانوس منور قدامي. وفضل الفانوس منور قدامي لحد ما وصلت لايه؟ الطاحونه. قالوا جيت يا حبيب ابوك، جيت يا ابني. قالوا جيت يا ابونا، انت شفت مارينا وصلك ازاي؟ قال هو اللي كان منور قدامي ده. قالوا يا ابني امال ايه؟ ودول الاسدين بتوع ماري مرقص. من الواحد لقى اسدين ماشيين معاه في الجبل. فطمنوا وقال له جه قعدنا جالنا عملنا العشيه وعملنا الجربان وشربنا شاي وكنا نقول ما بسيطه وعملنا ايه؟ وقمنا بدري بالليل نعمل تسبيحه وقداس وباكر والفرحانة اللي هو في السماء. قال له يا ابونا مينا، ابونا مينا بيقول لي مينا الصغير يا ابني عاوزين ناكل فول اخضر، كان في الصوم الكبير. قال له يا ابونا انت في الجبل هنا يعني
مين هتجيب لنا فول اخضر دلوقتي؟ قال لي بس اطلع تلاقي واحد راكب حمار امضي عليه. رحت فين الاقي واحد حمار كده وليه خرجين، يا عم قال لي هناك شايل ايه يا عم هناك؟ قال لي فول اخضر. قال لي بديني ما تعرفش القرش ولا بتاع ريفه مجاله حجر فول. قال له عرفت ازاي في فول بره يا ابونا؟ قال له يا ابني احنا بنخدم ملك الملوك، هيحوش عنا قرنين فول وشويه كمون. ده احنا يا ابني عايشين مع ربنا، فعلا اللي عايش مع ربنا الامانه يبعت له احتياجاته. قال له رب يا رب يا شيخ تروح تبقى اسقف يا ابونا مينا. قال له في اسقف يا واد بطلك لبلاش. قال له بطلك، وحد عرفتني هنا بطلك؟ يقول لي بطلك. قال له طب لما تعمل بطلك تبقى تعمل ايه؟ قال له يا واد لما نعمل بطلك هنخلي الكنائس كلها تصلي كل يوم، ولا في الايام وبقى البطرك وابونا مين ده مسكوا ايه دير الانبصاميه وبيروح هناك. قبل ما يبقى البطرك ابونا مين البابا كرولس كان راح الانبصاميه شويه فبيروح في الزوره، فابونا مين ماشي في الزوره فلاقى واحده بتقول له يا ابونا مين راح الدير امتى؟ طلع الدير امتى؟ دومينيوي يا ابوي عندنا من المنيا. ايوه انا عارف عارف انت منين كمان. قال لها بكره يا بنت طالعين انتوا اللي انا عامله شويه عيش في كيس اهو 15 عشر رغيف شمسي ورهبان خدهم معانا. قال لها يعودك يا بنتي. ابونا مين شال الكيس وماسك العصاية وكذا ماشي في واحد شاب صغير في المدرسه قال له اديني اشيل عنك يا ابونا. قال تعبك يا تعبك يا مخيل يا ابني. قال انا اسمي منتصر يا ابونا. تعبك يا مخيل يا ابني كل شويه تعبتك يا مخيل يا ابني. قول له انا منتصر يا ابونا انت بتنسى اسمي ليه؟ نزل هنا يا مخيل يا ابني. يا ابونا بتنسى اسمي ليه؟ صلينا عشان انجح. قال له تنجح يا ابني. لفت الايام والولد ده طلع من فدير مريمي لا البراموس وسموه ابونا مخيل. فكلمه الراجل عاديه واحد بيحكي لي قريب عن الانبا بخمس بيقول لي دكتور صمويل انا بخمس البحيري يا ابونا ماسك المهم قاعدين نحكي قال الف واحد دكتور فلان صيدلي كبير في الجامعه وابنه كبير برضه دكتور ومخلفش ومعهمش عيال وسنين خلاص كبروا فراح سلموا عليه في اسكندريه قال له صدينا يا ابونا قال له زي اللي منذ اكون معاك فلاح ده احنا دكاتره في الجامعه وصيادله ايه فلاح يكون فلاح اسمه فلاح قال احنا ايه ده احنا عندنا زراعه ولا عندنا دكاتره فاستعجبوا لفوا في الايام والواد ده جورج اللي واخد بنت سرد بس بيقول القصه دي فجابت واد اسمه جورج ومعناها بين قوسين جورجي معناها فلاح جورجي معناها فلاح جريس معناها فلاح اه فازاي هذا الرجل قال كلمه بعيده ويعني الله كان على طول ده كان فمثل هذا اليوم ببارة البابا كرولو سيراديك بنوفير يا حبيبي وتفرح قول امين امين ونوفير معناها جميل آمين. قصه ثانيه عن البابا كرولو عنوانها ساعه رضا كان ابونا البابا كرسي ما ترسم قاعد على الكرسي في البنطلونيه كده فواحد ابونا جاي ازيك يا ابونا يا ابني ازيك يا سيدنا قال له روح صلي صلاه عشيه يا ابني في شبرا قال له حاضر يا سيدنا ابونا قريت في الاتوبيس وفي جيبه صليب بتاع فضه واحد عمله له كتب اسمه عليه وفي له ساعه حلوه ف وقف في الحرامي كده في الاتوبيس عمله كده وراح خد منه صليب الساعه ابونا نزل لقى نفسه مسروق اتعصب وزعل فقال له دي بقى صلى احنا واللي في بالشوره في الكنيسه السلام لمك مخيل السلام لانبنتونيوس السلام لمرجرج السلام بنسلم عليهم يعني ابونا ده جه عند مريمين وقال له زعلان منك يا مريمين انا كنت عاوز الصليب ده فضه واحد جابوه لي يا مريمين غالي عليا الصليب صلى وزعلان واخد على خاطره راح لقى البابا قاعد بالليل قال له تمام صليت يا ابني قال له يا سيدنا ضحك عليك الحرام يا ابني انا مش عارفك يا سيدنا اه ده وانت قلت المريمين على ايه؟ قال قلت له على الصليب قال له ما تزعلش يا ابونا المريمين يجيب لك الصليب زي ما قلت له قال انت كنت واقف فراغ ولا ايه؟ قال له معلش يا ابني بعد يومين ابونا مصلي قداس وطالع واحد زي وقال له خد يا ابونا انا اشتريت الصليب دي من واحد امبارح فلقيت اسمك عليه فعرفت ان ضاع منك فخد الصليب واذكرني في صلاتك اشكرك يا رب واشكرك يا مريمين يا ريت كنت قلت على الساعه بالمره راح للبابا الصليب رجع الصليب ايه؟ قبل ما يقول له جاب لك يا ابني مين مال الصليب؟ مريمين جاب لك الصليب يا ابونا؟ قال له الصليب جه يا سيدنا بس الساعه ايه؟ ما جاتش قال ما تزعلش يا ابونا ربنا يبعت لك ساعه رضا ساعه
رضا. عدى يومين ثلاثة أبونا مصلي قداس وقاعد، أيوة لقى واحد جاب له صليب، أبونا مسافر الكويت بكرة، قال له ربنا معاك يا ابني تروح تيجي بالسلامة. طب أنا اللي لازم دهنه بالزيت، فاللي مسافر ده جول يا أبونا في ساعة سيتيزن جديدة أهي، خدها هدية مني ليك يا أبونا واسكتني في صلاتك. سلام يا رب. ساعتي لسه مسرورة من كام يوم، اسمك إيه يا أستاذ؟ قال له اسمي رضا. شفت كلمة عادية يعني، كلام رجل الله فعلا في بركته. يعني حي بقى. كل مع موضوع هذا يا بابا كرولوس، فرح مريم يا بابا كرولوس، فرح سامية كل السامعين يا رب، عزي كل المحتاجين يا رب، البارد أطفال المرضى يا رب، مش فيهم في اللي عندهم أمراض وحشون. أمين أمين. يا ابونا نوفير النهارده انا مش عارف اقول لك، مبسوط قد ايه اني شفت واتساب ما تحبش منك ابدا يا رب يا ابونا. ابونا نوفير الغالي اللي مبسوط اني شفته، عشت العمر الطويل الجميل. كان قاعد مع زمان شارع طوسون العروسي. لا العروسي. العروسي عروسي يا بدنجان.